بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتابع حديثنا في عنواننا العقل الإقصائي حلقتنا هذه تحت عنوان الإدراك الذاتي. في كل حين نتعرف على شيء ما من بيئتنا وعالمنا فنزداد ادراكا لخارجنا وهذا امر يطور الحياه ويسهل الاستفاده من النعم ويسخرها لمنفعتنا ولكن كل ذلك قد لا يكون الا مزيدا من فرص دمارنا وهلاكنا واشتداد الصراع بيننا لانه عامل رفاهيه وثروه واقتدار فلا شك ان المجتمعات التي امتلكت البارود وصنعت المدفع اغراها اقتدارها على استعمار العالم والسيطره على موارده فالغرب حين ابتكر الاله وعلم حاجتها للنفط وعلم كيفيه اعداده دار العالم يستعمر موارده بل استغل كل شيء من حجر وشجر وما ذلك الا لقوه العلم وفائق القدره على السيطره والتغلب على الشعوب وهو لم يرجع عن بعض هذه الغلواء الا وفقا لحسابات الربح والخساره ولو عادت لعاد ففي اي يوم يتمكن الغرب من اختراع سلاح لا يمكن مواجهته فسيعيد ما كان عليه ولكن التاريخ لا يتيح ذلك لا يقتصر ذلك على الغرب فكل من تفوق بالقوة والثروة طغى، بما فيهم حملة الأديان، فالمسلمون لما وجدوا أنفسهم أقوياء منتصرين بغوا وطغوا، وألبسوا أهل الكتاب ثياب الصغار، لا يقتصر الأمر على الدول، بل هو من طبائع النفوس، ترى ميل القوي للطغيان في الافراد قبل الجماعات وقبل الدول ان طريق النجاه يكمن في تزكيه النفس ومعرفه الذات والعمل على رشدها لتصلح لقياده الحياه من خلال الادراك الذات الصحيح يعرف علماء تطوير الذات الادراك الذاتي بقولهم هو القدره على التركيز على نفسك وتصرفاتك افعالك او افكارك او عواطفك ومدى توافقها مع معاييرك الداخليه ويقسمونه قسمين عام وخاص الادراك الذاتي العام ادراك كيف يمكننا ان نظهر للاخرين اي ان نرى الصوره التي يراها علينا الاخرون والحكم من وجهه نظرهم علينا والادراك الذاتي الخاص الثاني القدره على ملاحظه الحاله الداخليه للفرد والتفكير فيها بسبب الوعي الادراكي العام من المرجح ان نلتزم بالاعراف الاجتماعيه ونتصرف بطرق مقبوله اجتماعيا للحفاظ على صورتنا لادراكنا طريقه حكم الاخرين علينا والذين لديهم ادراك ذاتي خاص يتسمون بالاستبطان ويتعاملون مع مشاعرهم وردود افعالهم بعنايه ولديهم القدره على فهم المشاعر والحاله الداخليه التي يمرون بها هذا ما يقوله علماء تطوير الذات هناك ست قوى هي من اعظم قوى الادراك الذاتي تتعلق بالقدرة على فهم النفس والتفاعل مع العواطف والأفكار الخاصة بنا بشكل صحيح ومتوازن لتساعد المرأة على تعزيز الصحة النفسية والعاطفية والاجتماعية وتسهم في تحسين جودة حياته الشخصية فأهم قوى الإدراك الذاتي والتي يمكن اعتبارها هي الأعظم كما بيّنها علماء تطوير الذات واحد الوعي القدرة على التعرف على مشاعرنا وأفكارنا وسلوكياتنا وفهم أسبابها وتأثيرها على حياتنا الحواسيب القوية قادرة على إعطاء نتائج وإجابات وتصرفات تتناسب مع محيطها ووظائفها، وتعطي نتائج أكثر دقة وسرعة منا، ولكن هذا العمل المحوسب لا يشكل وعيا، لأنها حتى الآن لا تدرك ذاتها، ولا تشعر بوجودها المستقل. فليس للحاسوب انا خاصه يشعر بها كما هو الحال في جميع الاحياء من نبات وحيوان وبشر فالوعي لا يمكن ان يتعلق الا بمن يدرك وجوده الذاتي لكن افاق العلم مفتوحه ويعتقد العلماء بامكانيه ان يطور الذكاء الاصطناعي هذه الانا الرقميه المدركه اي روبوتات تتخذ قرارها بشكل مستقل ان غدا لناظره قريب الثانيه التقبل الذاتي القدره على قبول الذات بما فيها من عيوب ونقاط قوه وتقدير النفس واحترامها كما هي فبعد ان نعي وجودنا الذاتي الخاص يبقى هل نقبل وجودنا على ما هو عليه ام نرفضه ونكرهه عدم تقبل الذات مرض مدمر يحطم جميع مواهبنا ويلقينا في إحباط سوداوي عقيم، وهو حالة نفسية معترف بها في الطب النفسي. الثالثة، القوة الثالثة، القدرة على التحكم في العواطف. القدرة على التعامل بفعالية مع المشاعر السلبية، وتوجيهها بشكل بناء. والحفاظ على توازن عاطفي التحكم في العواطف هو امر شديد الصعوبه وكل منا يتمتع بمقدار منه ولكن التمتع بكمال القدره فيه امر نادر او غير موجود فدائما هناك جوانب نعجز عن التحكم والسيطره على عواطفنا فيها ونرغب ان نطلق العنان لانفسنا فيها ولا مشكله حين يكون الاطلاق نفسه ايجابيا فالفرح في الفرح والحزن في الحزن علامه استواء وعافيه وانما المشكله في تجاوزها الحد في المكان أو الزمان أو المقدار القوة الرابعة التفكير الإيجابي القدرة على التركيز على الجوانب الإيجابية من الذات والحياة وتحويل التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي وهذه قدرة لا تأتي بسهولة وربما احتاجت لتدريب وممارسه طويله، بلوغا لجعلها سمه ذاتيه يمارسها المرء دون تكلف فتصبح طبعا. تتجلى قوه هذه المهاره في القدره على النظر للجوانب الايجابيه في الاشياء السلبيه. لي صديق، يذكر مقاله لجدته رحمها الله كانت تقول عند كل حدث سلبي كله سيفوت فقط عليك ان تتمسك بالايجابيه لتتمكن من اجتياز فتره السلبيه بسلام ثم تنسى خامسا الاستجابه بشكل مناسب القدره على التصرف بشكل مناسب وفعال في المواقف المختلفه وفقا للقيم الشخصيه والاهداف قاعده لا افراط ولا تفريط الكل يعلمها ولكن عند الابتلاء الكل ينساها فاذا غضبنا بالغنا في الغضب واذا احببنا بالغنا في الحب واذا وثقنا بالغنا في الثقه حتى لو ارتكب هذا الذي وثقنا به خطا في حقنا نسفنا كل الثقه التي استمرت سنين طويله السادسه التطوير الشخصي القدره على السعي لتحسين الذات وتطوير المهارات والقدرات من خلال التعلم والتجربه فالعاقل من يتعلم من التجارب والاحمق من يكرر الاخطاء ذاتها الوقت مساحه تتغير فيها المفاهيم والافكار والمهارات خصوصا في مثل وقتنا هذا حيث تتجدد المعارف بسرعه على قولة المثل الماشي طير والواقف حجر، هكذا يقول المثل، حكمة. ضرورة النقد الموضوعي. مسيرة الحكمة الفردية وحكمة الأمم تتجلى في احترام حرية الفكر، وحرية النقد الموضوعي للأفكار. على قاعده وفوق كل ذي علم عليم لا يختص ذلك بالفكر البشري غير الديني بل ان نقد الفكر البشري الديني هو اولى واهم من نقد الفكر البشري غير الديني لانه الاقرب للتقديس ومن ثم يتم منع النقد ومساواته على نفس القدم مع النصوص المقدسه بل ان النصوص السماويه نفسها يجب تعريضها للاسئله الجاده والخلاقه حتى تلك التي يؤمن اهلها بانها معصومه من التحريف كالقران فما ان يخرج النص عن لسان القداسه حتى يصبح مباحا للعقول الناقصه التي انزل عليها مباح لها ان تفكر فيه رفضا وقبولا وفق منطق عقلها وبنفس مستواها الناقص والمتعلم المهم فقط ان تحرص على الموضوع والا فالعناد والتكذيب المقصود لاجل التكذيب لا ينتظر قوانين ولا دساتير ليلتزم بها فمريد الباطل لا حجاب بينه وبينه والفائده من ذلك ليس تغيير النص المقدس ولكن اكتشاف القصور في فهمه القرآن مثلا في إيماننا نص أمين مأمون لا غبار عليه أبدا يهدي للتي هي أقوم أبدا ولكن هذه صفاته الذاتية وليست صفاتنا نحن المؤمنون به أنه هكذا فمن ثم ليس فهمنا له هو الهادي للرشد ابدا ولا يهدي للتي هي اقوم دائما فهمنا فما ان يخرج من سماء القدسيه وينزل لارض البشريه حتى يكون كالجوهره بين يدي الناس فبعضهم لا يعرف الالماس من الزجاج وبعض لا يعرف كيف يصقل الالماس وبعض لا يعرف كيف يستخدم الألماس إلا كزينة فالقرآن خارج السوق جوهرة ثمينة وفي السوق بحسب أصحابها فواجب من يعرفون أنه ألماس أن يميزوا للمشترين بينهم وبين الزجاج وواجب من يعرفون كيف ينبغي ان يستعمل الالماس خارج الزينه عليهم ان يبينوا للناس كيف هو خارجها لا ان يكتفوا بالتزين به دون اكتشاف اثمن ما فيه الصاغه والجوهريون هذه امانتهم ان يكونوا مصلحين مصححين مبينين لا يتكلمون ايا من اللغات السلبيه لغه المهادنه تذكرون التسويف التنازل التهديد المراوغه النفاق العقوق الى اخره بل اضدادها من اللغات البناءه المجدده الناقده الشجاعه الحرة إلى آخره. في هذا الصدد تعتبر فترات الانفتاح النسبي التي تتيحها الظروف الواقعية للسياسة والأمن والسلام ثمينة جدا، لأنها قليلة في زمن التاريخ، فما أن يوجد انفتاح نسبي، حتى ينبغي ان يبادر الاحرار من المفكرين الناقدين المجددين لتقديم مفاهيم وافكار حيويه تهدف الى معالجه مفاهيم وافكار باطله ومضلله معاصره تلك التي رسخت قرون ما قبل الانفتاح اذ وللاسف الانغلاق هو الاصل والانفتاح هو الطارئ على عكس ما يجب ان يكون الواقع السليم فالسلامه ان تكون حاله الطوارئ طارئه ولكنها صارت مستدامه والانفتاح هو الطارئ ولهذا فساعاته ثمينه يجب استغلالها قبل نفادها فهي بين الايام كايام العيد ما أسرع ما تنقضي. الانفتاح خطوة ايجابية كبيرة يجب تعزيزها والدفع بها نحو المزيد من التعاون والفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة، مما يؤدي إلى التعلم المستمر من الآخرين والتعاون على البر والتقوى. إذا كان لنا كتجديديين دور معنوي في كسر الحواجز محليا وجغرافيا وزمانيا فلا ينبغي ان نتراجع في تحقيق هذا الهدف يجب ان نتيح للكثير من الناس فرصه مراجعه افكارهم وتنقيه عقائدهم من خلال مجموعه واسعه من الافكار والمفاهيم والمعلومات التي كانت في الماضي قبل الانفتاح محصوره ضمن نطاق ضيق ولا يجرؤ احد على تناولها الا من وراء حجاب ان كسر احتكار الثقافه الدينيه او العقائديه وتفكيك السيطره التي كانت تحتفظ بها نخب تقليديه يعزز الحريه المعرفيه، حيث يمكن لاي شخص ان يشارك برايه ويصل الى مبتغاه، هذا التحول يقود تلقائيا الى تنوع الاراء والمحتوى، يتيح هذا الانطلاق المجال لظهور نخبه ذات راي نوعي ومحتوى قيمي يحمل رؤيه اصيله مضاده لكل محتوى تافه يهدف فقط الى جذب الانتباه الى لا شيء والدوران في حلقه مفرغه وتفريق وتمزيق الناس المخالفين والتكفير طبعا كل تحول يحمل تحدياته الخاصه الانفتاح لا يلغيها تحديات تتعلق بالتمييز او التعصب مما يتطلب جهدا مضاعفا لذا كان من الضروري ان نطور وعيا نقديا وثقافيا عميقا لتعزيز قيمه التسامح والتفاهم العقائدي والتمكن من التعامل بفعاليه مع الكم الهائل من الافكار والمعلومات والمفاهيم العقائديه المغلوطه المعاديه للانسان والتي يستباح بها الناس ماديا ومعنويا نعول على الهدى النقدي والصبر العقائدي لمواجهه التحديات المحيطه بنا واحتوائها وقد كان هذا التعويل دائما بحاجه للصبر والوعي وبدون ذلك قد يصبح المرء عرضه للابتزاز العاطفي والعقائدي وللارهاب والترويع الذي قد يضل به الكثير خصوصا الذين يواجهون ضغوطا نفسيه او اجتماعيه او لا يميزون بين الحقيقه والزيف او يفتقرون لمهاره التحليل العميق والتفكير النقدي والقدره على نقد الذات قبل نقد الاخر المقلب الاخر يقدم ايضا وعيا ويقف صبرا ويحمل ثقافه التقليدي المقلب الاخر التقليدي يقدم ايضا وعيا ويقف صبرا ويحمل ثقافه وسيظل يدافع عنها كما قال المشركون في وجه حركه الاصلاح ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها فليس بيسر يتخلى اصحاب فكره عن فكرتهم مهما كانت خاطئه اذ هم يرونها جزءا منهم تمثلهم وتخدم موقعهم ومصالحهم فالأفكار ليس على الورق تكمن قوتها، وإنما بما أسسته في الواقع وأقامته من نظام وشكلته من طبقات وأرسته من قوانين وأعراف وعادات وتقاليد، بل وربما ما رسخته من مسلمات وبديهيات في العقول. فكل هذا هو ثمن مأجور. يقيم هرما من المصالح الراسخة وهم يعلمون أن إسقاط الفكرة إسقاط لنظام ومصالح تحفظ موقعهم ومنافعهم ووجاهتهم وهذا هو سر ابتلاء الرسل مع أقوامهم والمواجهة تزداد ضراوة بحسب تهديد الأفكار لكل ذلك وعلى مثل هذه يقوم وعيهم وصبرهم وثقافتهم فاذا ما كانت الافكار خاطئه كان كل ذلك زائفا تماما كصبر الوثني على التمسك بوثنه ويرى في ذلك ثباتا المشكله في الذهن فاذا تغير تتغير المواقف ويلين الصلب بل وينقلب للتغيير هكذا يفعل الرسل في الناس وهكذا يفعل المصلحون بالدعوه بالحكمه واخواتها فهي فقط لا غير مفاتيح التغيير فالمشكله الخارجيه انعكاس لقضايا عقليه داخليه ومن الافكار يبدا التغيير لا من الارض التحولات الكبيره التي نحدثها في انفسنا والاخرين يجب ان تكون استداره نحو الحق لا نحو ذواتنا فالحق احق ان يتبع فليس بالضروره ان تكون كل افكارنا هي الحق وليس يجب ان يكون التغيير مطابقا لقولنا وراينا فيجب ان نكون مرنين نتقبل نحن ايضا الحق الذي عند الاخر ففي النهايه الحياه في المجتمع يجب ان تبلغ السلام القائم على افكار حيه يقدرها الجميع حتى تلك التي يختلفون فيها فكل خطوه في هذا الاتجاه طلبا للحق تفتح ابوابا لفرص جديده وتحديات من نوع اخر مصاحبه لها ان الدعوه لتطوير الوعي النقدي والثقافي تعكس فهما عميقا لاهميه التكيف مع الواقع الجديد لمواجهه كافه التحديات احد اكبر اسباب انتكاس المسلم هو ما ارتدوا اليه من قمع العقل وحريه الفكر بدعواهم انهم الممثلون لله والحاملون لكلماته وان كتابه بين ايديهم امانه يجب ان يؤدوها للناس فما كان منهم الا ان منعوا الكلام والراي الاخر وحرموا السؤال الخارج عن المتفق عليه والمسلم به فكل هذا الذي ظنوه حرصا على الدين اعظم معول هدم للدين لانه ببساطه مخالف لامور جوهريه واضحه من الله للناس نصها لهم في كتابه الا وهو استحالة فرض الإيمان واستحالة القضاء على الاختلاف بل يجب تقبل الاختلاف بعيدا عن الفرض والإكراه والعدوان وأن اختلاف الفكر والعقيدة ليس حاجزين عن تبادل البر وأن الحكم فيما اختلفوا فيه ليس لهم بل لله وأن القول الفصل والأخير فيه ليس في الدنيا بل في الاخره. في الحلقه القادمه نتحدث ان شاء الله حول هل مر عالم المسلمين بحاله تشابه او تقترب من حاله الكون 25 وما الذي تركته من اثار ان وجدت. شكرا لاستماعكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته